بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم. واليوم الختامي، اليوم آخر مباراة للنادي الأهلي في موسم الدوري العام، طبعا موسم 2022-2023. توج الأهلي باللقب، احتفل الأهلي بالبطولة، والمباريات المتبقية كانت مباريات تحصيل حاصل من أجل الاستعداد للموسم الجديد والتحضير للمرحلة المقبلة والوقوف على آخر الاستعدادات في مسألة الاستعداد لاختيار قائمة الفريق للفترة القادمة. كانت مباراة الحرس ثم مباراة بيراميدز، واليوم الختامي بمواجهة فريق المصري على استاد برج العرب. مباراة اليوم هتتلعب الساعة 8:30 على استاد برج العرب بصافرة تحكيمية للحكم الدولي الكابتن محمد معروف. حلقة النهاردة بالتأكيد وهي بتتكلم على آخر مباراة في الدوري العام، والفترة اللي جاية بالتأكيد الأسبوع اللي جاي هتكون في مباراتين في كأس مصر في حالة تأهل إلى الدور ربع النهائي، ولكن بعدها على طول هتكون في أجازة وراحة سلبية ومرحلة مهمة جدا من التخطيط والإعداد للموسم الجديد. موسم تاريخي إن شاء الله، بإذن الله يكون موسم تاريخي بالبطولات زي ما اتحقق في الموسم الأخير، ولكن موسم تاريخي من ناحية عدد المباريات والمشاركات و الاستحقاقات المقبلة للنادي الأهلي على المستوى المحلي والمستوى الإفريقي. لذلك شهر أغسطس هيكون فيه خلية عمل للتحضير لقائمة الموسم الجديد والتحضير لمعسكر الإعداد من أجل الجاهزية الكاملة مع بداية المشوار الإفريقي في شهر 9 ومواجهة بطل إثيوبيا أو بطل زنجبار، ومن ثم أيضا الاستعداد لبطولة السوبر ليج الدوري الإفريقي الممتاز في شهر أكتوبر ونوفمبر، 6 مباريات في أقل من 3 أسابيع في حال الوصول إلى المباراة النهائية. عموماً حلقة النهاردة حلقة نهاية الأسبوع هيكون فيها كواليس ومعلومات مهمة جداً، والنهاردة هنلقي الضوء على خطاب الأهلي الذي صدر بالأمس لأنه متعلق ببعض الأمور التنظيمية في الموسم اللي جاي، سواء على مستوى اتحاد الكرة، على مستوى رابطة الأندية، وأيضاً كمان على مستوى لجنة الحكام. خطاب مهم جداً في توقيت مهم، لأن كمان بعد الخطاب قرينا بعض الأخبار وبعض الموضوعات اللي فيها بلبلة شوية على السوشيال ميديا، فمحتاجين نتكلم عليها النهاردة عشان نوضح بعض التفاصيل سواء للمسؤولين وللجماهير كمان بشكل خاص. عموما نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراة المصري اليوم، وكمان توقعاتكم لنتيجة اللقاء. تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر على توقعاتكم للتشكيل وكمان النتيجة المتوقعة لهذا اللقاء. ولكن نروح بسرعة لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم الدوري بمواجهة المصري. وفي الترند المحلي، وكيل فيتوريا يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الفراعنة. وفي الترند العالمي، الهلال السعودي يكثف مفاوضاته لضم مبابي. كل يوم في الترند العالمي دلوقتي أصبح مرتبط بالدوري السعودي، دوري روشن في المملكة العربية السعودية. إيه شيء يشرفنا بالتأكيد لما يكون يعني دوري في المنطقة العربية مرتبط ب أبرز النجوم العالمية، والكل بالتأكيد هيكون منتظر انطلاقة الدوري السعودي في منتصف شهر أغسطس، وبالتأكيد اللي اختار انطلاقة الدوري السعودي في هذا الموعد اختيار ذكي جدا، راجل فاهم تسويق، فاهم اقتصاد رياضي بشكل رائع جدا، لأنه نفس التوقيت اللي هتنطلق فيه الدوريات الأوروبية. طيب نروح لاستعراض مباريات اليوم. النهاردة هي المباراة الوحيدة على المستوى الرسمي، مباراة المصري والأهلي، مباراة الساعة 8:30 بإذن الله على استاد برج العرب، وهي مباراة مؤجلة من الأسبوع 30. دي كانت مقدمة خاصة ببرنامج الترند. نخرج إلى فاصل ونرجع بعد الفاصل، عندنا كواليس مهمة جدا محتاجين نتكلم فيها بكل الأخبار والمعلومات المتوفرة في هذه الموضوعات الخاصة والحيوية بالنسبة للفترة اللي جاية. طيب كان مهم جدا وانا في بدايه الحلقه هتكلم على خطاب النادي الاهلي المتعلق بالمرحله اللي جايه. اولا النادي الاهلي كان حريص ان يتكلم على فكره احداث مباراه الاهلي وبيراميدز، وانها كانت احداث مرفوضه شكلا وموضوعا. وشوفوا بقى العمل المؤسسي والتخطيط الجيد للاجتماعات. انت عشان تاخد قرار محتاج تسمع مدير الكوره، تقرا تقرير كامل عن احداث المباراه، وان في لائحه محدده
بيشتغل عليها مدير الكورة، وكان خد قرار وخد إجراء. ولكن كابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط عشان النادي الأهلي نادي المبادئ والقيم، وأبداً عمره ما بيسمح بأي غلط في أي مكان وفي أي زمان، كان على طول في اجتماع مهم جداً لبحث هذا الأمر. وبعد عرض هذه التفاصيل كان في خطاب مهم جداً النادي الأهلي اتكلم عليه، وصدر قرار، وتم الإعلان كمان عن قيمة الغرامة المالية التي صدرت بحق حسين الشحات، وهي حوالي 500,000 جنيه. ودي الغرامة اللي صدر فيها القرار عشان يكون في قرار يليق أو يكون موازي للفعل اللي حدث في استاد الدفاع الجوي. طيب، الخطاب في جزئيات مهمة جدا، الناس كلها ركزت الغرامة 500,000، ولكن الخطاب في جزئيات مهمة جدا عايز أتكلم عليها، لأن بعد الخطاب ده صدرت أخبار أو طلعت أخبار وصدرت تصريحات في ملفات مرتبطة بتفاصيل الأهلي اتكلم عليها في هذا الخطاب. الجزء بتاع حسين الشحات والغرامة المالية وكل ده الناس قريته وشافته، ولكن أنا عايز أبدأ من أول جزئية إيه. ورغم أن النادي الأهلي حقق ما تتمناه جماهيره هذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها وقدم موسم متميز، لكن هذا لن يكون مبررا للسماح بأن يخرج أي من عناصر المنظومة عن الضوابط الثابتة. لذا تقرر تغريم حسين 500,000 جنيه بعد الأخذ في الحسبان، اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار، وكذا كذا، كل التفاصيل حضرتكم عارفينها. بصوا بقى من أول الفقرة اللي جاية دي. وتناشد لجنة التخطيط، اتحاد الكورة ولجانه المختلفة وكذا، رابطة الأندية المحترفة، ضرورة مضاعفة الجهد والعمل على إرساء العدالة وتنفيذ ما تقتضي به اللوائح الرياضية وفق معايير واحدة وواضحة في الجوانب الإدارية والتنظيمية والانضباطية والمالية مع كافة الأندية على حد سواء، وأن تكون هناك خطوات فاعلة لتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم القروي الجديد، وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحكام الفيديو المساعدين في تقليص الأخطاء التي تثير الجدل، خاصة أنه لا يزال البعض من الحكام لا يتعاملون بحزم مع اللاعبين الذين يرتكبون الأخطاء ويثيرون الأزمات. ولقد سبق وأن طالب النادي الأهلي كثيرا بالاهتمام بمنظومة التحكيم في مكاتبات عديدة سابقة، ولا يزال يتطلع للاستجابة حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص والمصلحة العامة للكرة المصرية. ده خطاب النادي الأهلي اللي صدر بالأمس، خطاب موجه بتطوير مطلوب من اتحاد الكورة، من لجانه المختلفة، من رابطة الأندية المحترفة، ومن لجنة الحكام. لجنة الحكام أنا اتكلمت في القصة دي كتير، ولسه عندي تفاصيل تانية، وكنت قلت لحضراتكم قبل كده بعد ما حصل تعديل على حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، وقلت لكم وقتها مسألة التعيينات فيها مشكلة وفيها أزمة، والأهلي طالما بيطالب بتطوير المنظومة التحكيمية وهو فايز بالدوري، الأيام اللي جاية هنكشف عن مين اللي بيعرقل مسيرة التطوير ومين اللي ما بيساعدش الخبير الأجنبي اللي بيجي يتولى المسؤولية. عندي وقعة حصلت في توقيت مارك كلاتنبرج هيجي وقتها وهتكلم عليها، وهنسرد تفاصيل مهمة جدا في الوقعة دي لأنها هربطها باللي بيحصل دلوقتي مع فيتور بيريرا، وإن كان بيريرا عليه مسؤولية من اللي بيحصل دلوقتي، ولكن بما ان الاهلي بيطالب بتطوير المنظومه، دورنا الاعلامي بقى اللي احنا نحط ايدينا على مين اللي بيعرقل تطوير هذه المنظومه. فده ملف مأجل شويه الحديث فيه لتوقيت مناسب ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، مش بعيده، فتره قريبه جدا جدا جدا. طيب، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه وهي متعلقه بان خطاب الاهلي موجه لاتحاد الكوره ولجنه الانديه. طيب، بالنسبه ل اتحاد الكورة، النهاردة في خبر غريب شوية، مش غريب في ان هو خبر صح ولا غلط، لا هو خبر صح، لان الخبر النهاردة منشور في الحساب الرسمي ليلا كورة على تويتر، ومكتوب فيه مصدر من اتحاد الكورة صرح تصريح غريب جدا، والتصريح ده انا هربطه بتصريحات قالها امبارح الاستاذ ثروت سويلم عضو رابطة الأندية.
لأن التصريحات مرتبطة ببعضها، والتصريحات لها هدف لملفات مهمة جاية في الفترة اللي جاية. طالما احنا عايزين نطبق اللوائح والقوانين لازم نطبقها على الكبير قبل الصغير. طيب التصريح اللي نشر النهاردة في الحساب الرسمي ليلا كورة بيقول ايه؟ مصدر في الاتحاد قال أسقطنا عقوبة الزمالك في السوبر ومن حقه المشاركة في البطولة المستحدثة. مصدر في اتحاد الكورة كشف عن هذه المفاجأة وقال إن الزمالك اعتذر عن المشاركة وبيراميدز شارك بدل منه، وإن عقوبة الزمالك طبقا للائحة من المفترض أن تكون الاستبعاد عن المشاركة في بطولة السوبر التالية وغرامة 500,000 جنيه. ولكن ده المصدر اللي بيقول في تصريحات ليلا كورة، بطولة السوبر سيتم إلغائها وبالتالي سيتم إسقاط أي عقوبة سيتم توقيعها على الزمالك، وأكمل سيتم استحداث بطولة جديدة رباعية بدلا من السوبر تضم بطل الدوري والكاس وكاس الرابطة وطرف رابع يتم اختياره من الشركة الراعية ومجلس أبو ظبي. هو اللي صرح التصريح ده بيتكلم بجد ولا بيهزر؟ يا جماعة يعني لا مش للدرجة دي، مش قوي كده يعني، مش قوي كده، ما تبقاش كده. نادي اعتذر أو انسحب طبق عليه اللائحة، والموضوع ده من شهر 5 اللي فات قعدنا نسأل هو الموضوع ده متأخر كتير ليه؟ احنا دلوقتي دخلنا في شهر آخر 7، يعني القرار ده متأخر بقاله 3-4 شهور، فيبدو ان النية مبيتة ان ما يكونش فيه قرار عشان البطولة اللي عايزين يعملوها بالشكل الجديد ده. انا هتكلم قانون وهتكلم لوائح، مش بتكلم على مواقف رسمية لأي نادي، انا هتكلم قانون وهتكلم لوائح. حضرتك غيرت البطولة ولا غيرت لائحة البطولة؟ يعني انت البطولة الجاية اللي انت عايز تعملها كاس السوبر بس باسم كاس النخبة عشان يشارك فيها بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كاس الرابطة وفريق رابع يتم اختياره من الشركة الراعية ومجلس ابو ظبي. هل حضرتك غيرت البطولة نفسها بلوائحها ولا غيرت المسمى؟ دي نقطة مهمة ولازم نبدأ بها كلامنا، عشان لما نيجي نخاطب الرأي العام بتصريحات زي دي ما نجيش بعد كده ندور هو مين اللي بيعمل شحن جماهيري، مين اللي بيعمل تعصب. ما انت لو عايز ما تعملش شحن وتعصب تطبق القوانين واللوائح على الكبير قبل الصغير، ده شيء يعني مسلم بيه في أي مكان في العالم. لو عايز يبقى يكون فيه عدالة لازم تطبق اللوائح والقوانين على الكبير قبل الصغير، ده لو مش عايز فيه شحن جماهيري وتعصب أعمى، رغم إن فيه البعض للأسف بيطلع بالثلاث ساعات دلوقتي بيعملها دلوقتي الأهلي بلاس 2 ما بيتكلمش عن فرقته. ولكن خلينا في اللوائح والقوانين. في اللوائح والقوانين الكلام اللي اتقال ده كلام فارغ لا يمت إطلاقا باللوائح والقوانين. وديك مثال، فريق بيلعب في بطولة إفريقية وليكن مثلا كأس الكؤوس الإفريقية، اعتذر وانسحب من المشاركة، انسحب من المشاركة واللائحة بتقول إن العقوبة هتكون عليه استبعاد 3 سنين، وجاء الاتحاد الإفريقي السنة اللي بعدها فور هذا القرار يعني غير البطولة باسمها كأس الاتحاد الإفريقي أو سماها دوري أبطال إفريقيا، لكنها هي مسابقة محلية أو مسابقة إفريقية تتبع الاتحاد القاري. ينفع النادي يروح يقول للاتحاد أنا انسحبت من كأس الكؤوس بس هلعب دوري الأبطال؟ ردوا عليا، اللي قال التصريح ده يرد عليا، لو عنده الشجاعة يطلع يقول التصريح ده باسمه وعلى لسانه يرد على السؤال ده. فريق انسحب من كأس الكؤوس الإفريقية ينفع السنة الجاية يطلب من الاتحاد الإفريقي إنه يشارك في دوري أبطال إفريقيا؟ ما هو انسحب من بطولة بينظمها الاتحاد القاري، وبالتالي لما بتوقع عليه عقوبة بتوقع عليه عقوبة لعدم المشاركة في هذه البطولة أو البطولات المحلية أو القارية اللي بيطبقها الكاف. الأهلي انسحب عن السوبر الإفريقي على طول بيبقى فيه عقوبة ما يلعبش مسابقات إفريقية. طب أنت في النظام المحلي عامل إن بطولة السوبر اللي بينسحب منها بيدفع 1,000,000 جنيه غرامة وما بيلعبش سنتين، ولو اعتذر 500,000 وسنة ما بيشاركش. طب أنت غيرت المسمى من كأس السوبر لكأس النخبة، ولكن هي نفس الهدف، هي هي نفس الفكرة، هي هي نفس اللائحة. ينفع تقول له لا انا غيرت المسمى
وبقى اسمها كاس النخبة أو كاس الهولولولو، تعال شارك. ما ينفعش يا جماعة الكلام اللي بيتقال ده، ما ينفعش. وده أكبر دليل على فكرة إن عدم صدور أي قرار في هذه الواقعة تحديدا ما كانش من باب الصدفة، لا ده كان مقصود، ده كان مقصود. والاعتذار اللي تم ده وقتها كان بيتم الاتفاق عليه والموائمة، اعتذر مفيش مشكلة ونجيب البديل، بس اعمل حسابك في كاس تاني بعد 3-4 شهور. أنا هتكلم لوائح وقوانين على فكرة، لا هتكلم على مواقف رسمية الأندية ولا هتكلم على مواقف رسمية ممكن تحصل ليه الفترة الجاية. الكلام اللي بيتقال ده ما ينفعش على فكرة، الكلام اللي بيتقال ده ما ينفعش. ولو عايزين تطوروا المنظومة والكرة المصرية يكون فيها قرارات صارمة تطبق على الجميع، لازم تتخذ قرارات على أي نادي يعتذر أو ينسحب، لازم يتخذ ضده أي قرار. ده مرتبط باللي قاله الأهلي على فكرة، لأن امبارح النادي الأهلي لما اتكلم على فكرة وهو فايز بالدوري العام، يا جماعة يا في اتحاد الكورة يا اللجان المختلفة أرجوكم بصوا الكلام اللي صدر من النادي الأهلي: ضرورة مضاعفة الجهد والعمل على إرساء العدالة وتنفيذ ما تقتضي به اللوائح الرياضية وفق معايير واحدة وواضحة في الجوانب الإدارية والتنظيمية والانضباطية والمالية مع كافة الأندية على حد سواء. ده واحد. طيب ده أول تصريح النهاردة كان غريب بالنسبة لي، وبالتالي الكلام ده يتطبق في أماكن تانية لكن ما يتطبقش في الكرة المصرية، ما يتطبقش في اتحاد أسس الاتحاد الإفريقي. عيب يا جماعة الكرة المصرية والاتحاد المصري تحديدا، ليه بقى طويل جدا في الكرة الإفريقية وفي الكرة العالمية؟ المفروض من سنوات طويلة، ما ينفعش احنا كده بنرجع لسنين كتير لورا. طبقوا اللوائح على الكبير قبل الصغير عشان المسألة ما تهربش أكتر من كده. التصريح التاني اللي ليه علاقة برضو، أنا بقول لكم بيان الأهلي أو خطاب الأهلي صدر، والتصريحات دي كلها صدرت بعد خطاب الأهلي، وتصريحات غريبة أنا مش قادر أستوعبها. الأهلي بيقول لك اعمل يا عم ضوابط ولوائح ونظم وكذا، تيجي تطلع تصريحات عكس الكلام ده. يعني خلي يعني لازم يكون في سياسة ودبلوماسية على الأقل حتى في طرح القضايا أو في مناقشتها وأنت في توقيت زي ده. طيب التصريح التاني، وده تصريح نشر على لسان الأستاذ ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، يعني ده تصريح قاله بنفسه صوت وصورة. قال إيه؟ عقوبة حسين الشحات نهائية ولن يتم تغليظ العقوبة، أقل من 6 ماتشات مش من حق حد يروح للجنة الانضباط ولا التظلمات. طيب ده برضو تصريح غريب جدا، ليه بقى؟ هو طبعا احنا عارفين كده كده لما حد يكون موقع عليه عقوبة إيقاف مباراة أو مباراتين زي ما بيحصل في الكاف والفيفا، بيبقى في حد أدنى وحد أقصى من العقوبات، وبيديك قرار أو حق في الاستئناف على الحد الأدنى والحد الأقصى، بدليل إن حتى الاتحاد الأفريقي لما بيديك غرامة 10,000 دولار يقولك مش من حقك تستأنف، لكن لو اداك غرامة كبيرة 100,000 دولار بيقولك استأنف عليها. نفس الأمر في القرارات المتعلقة بمنع حضور الجماهير، بإيقاف لاعبين. وليد أزارو في مرة لما خد ماتشين ما كانش من حق النادي الأهلي إنه يستأنف، ما كانش من حق مين؟ النادي الأهلي إنه يستأنف. طب تعالوا بقى نخش في تصريح الأستاذ ثروت سويلم. هو بيقول الكلام ده بناء على إيه؟ بناء على شكوى بيراميدز. يعني تخيلوا عقوبة صدرت ضد لاعب في النادي الأهلي وبيراميدز اللي بيطعن عليها. جديدة. والله العظيم جديدة. يا جماعة ما تضحكوش الناس علينا بره. هو وليد أزارو لما توقع عليه عقوبة بإيقاف مباراتين، الترجي اللي يطعن ولا الأهلي؟ هو حسين الشحات لاعب في الأهلي ولا لاعب في بيراميدز؟ يعني هو حسين الشحات خد ماتشين، بيراميدز اللي يطعن؟ أنتوا يا جماعة بتتكلموا جد ولا بتهزروا؟ لا وتطلع تقول لي أصل مش من حق الرابطة أو التظلمات تتغلظ العقوبة 6 مباريات عشان هي الماتشين ما فيهمش استئناف، أنت بتتكلم في إيه يا فندم؟ يا فندم بيراميدز إيه اللي يستأنف؟ يا فندم ده لاعب في النادي الاهلي مش لاعب في نادي بيراميدز، ده الاهلي اللي يستأنف، الاهلي اللي يستأنف. وبرده كان جالنا خبر من يومين، انا عايز اتاكد من صحته، الخبر ده صح ولا غلط؟ الخبر ده يا جماعه صح ولا غلط؟ رابطه الانديه احالت شكوى بيراميدز للجنه التظلمات. يا نهار ابيض يا جماعه انتوا بتهزروا، يعني ايه يحول شكوى بيراميدز للجنه الانضباط؟ ليه؟ قال لك عشان مش عاجبه المباراتين الايقاف. ايوه ليه؟ لا وبيتظلم منها، بيتظلم منها ليه وحسين الشحات بيلعب في بيراميدز؟ يا جماعه ده لاعب في النادي الاهلي، من حق الاهلي ان هو يتظلم مش من حق بيراميدز. بيراميدز لو عايز يقدم شكوى يقدم شكوى جديده بوقائع جديده
للجنة الانضباط مثلا، للجنة المسابقات، لأي حد هو عايز يقدم له، ولو في وقائع جديدة يصدر ضدها يصدر من خلالها عقوبات. لكن لنفس الوقائع هي اللي حسين اتعاقب عليها شكوى في الدرج وتتقفل وتتحط ولا لها أي معنى. لكن تقول لي حسين خد ماتشين فبيراميدز ليه يطعن؟ لا يعني احنا في الشغلانه دي من سنين على فكره، فيعني الكلام ده ما ينفعش يا جماعه. يا جماعه الناس اللي قاعده على كراسي ومسؤوله لازم تبقى بتفهم هي بتقول ايه وهي بتصدر كلامها للراي العام. تقول لي بيراميدز هيطعن على عقوبه حسين الشحات وبيطالب بتغليظها، وتقول لا مش من حق كمان ان يتم تغليظها 6 ماتشات لان العقوبه مباراتين، هو اصلا مش من حق بيراميدز يروح للتظلمات، لان ده لاعب في النادي الاهلي مش لاعب في نادي بيراميدز يا جماعه. يعني لعيب في الاهلي يتعاقب في افريقيا، الاهلي اللي يطعن؟ لا، الهلال السوداني هو اللي يطعن. يعني ازاي؟ لا يا جماعه دوروا الكلام قبل ما تقولوه، يعني ضروري يا جماعه والله دوروا الكلام قبل ما تقولوه، لان الكلام ده لما بيتقري بره احنا شكلنا بقى وحش قوي. عرفتوا ليه الاهلي كان بيتكلم في خطابه امبارح على الموسم اللي جاي؟ لان الفتره اللي جايه لا فيها حاجات، ربنا يستر والله العظيم بجد ربنا يستر. الفتره اللي جايه ربنا يستر من كل الجوانب. والجانب التحكيمي الاسبوع اللي جاي عندي ليكم مفاجآت فيه، زي ما قلت قبل كده دايما في الملف ده الحمد لله بنحاول نقدم ليكم معلومات تفيد المنظومه والقرويه في مصر وتفيد منظومه التحكيم، عشان في الاخر ده بينعكس على الكل، الاهلي والزمالك وكل الانديه. احنا بنشتغل للراي العام، للصالح العام، والله والله العظيم بنشتغل للصالح العام. وكل الكلام ده بنقوله والاهلي فايز بالدوري وبافريقيا وبالسوبر وبالكاس وعنده كاس عالم انديه، وحتى لما كان عنده مشاكل مع الاتحاد الدولي كان دايما النادي الاهلي بياخد خطوات. عموما ماتش الاهلي والمصري بعد 3 ساعات من الان، ماتش الساعه 8:30، اخر مباراه في الدوري، لسه عندنا ماتشين في الكاس بس الحمد لله هانت كلها، يعني بنتكلم في 180 دقيقه ونخلص الموسم بالكامل بخلاف ماتش المصري النهارده. كل التفاصيل بالتاكيد هعرفها من خلال زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في مقر اقامه فريق الاهلي في برج العرب استعدادا ليخوض اخر مباراه في الدوري العام. محمد مساء الفل، ازيك؟ مساء الخير الزميل العزيز محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي في كل مكان. طيب بعيدا بقى عن الاجواء اللي احنا شايفينها في اللجان والمسابقات في مصر والتحكيم والموضوعات اللي كنت بتكلم فيها، وانا شايف الابتسامه بالتاكيد يعني باينه على وشك، يعني اخبار الفريق ايه في الاوتيل؟ والنهارده في مجموعه جديده من اللاعبين، ممكن نشوف عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين ما يقرب من حوالي 6 لاعبين في ظل اعطاء حوالي 12 لاعب اجازه حتى غدا باذن الله استعدادا بقى لماتشات الكاس في الفتره اللي جايه. باذن الله يا محمد، يمكن زي ما انت قلت 12 لاعب يعني من اللاعبين الاساسيين في راحه، تم يعني تعويضهم ب 12 لاعب، بنتكلم بدايه من مواليد 2001 2002 2003 4 5 كل دول موجودين في المعسكر النهارده. يمكن كمان من المفارقات النهارده ان عندنا 2 أشقاء موجودين في قائمه المباراه يا محمد، محمد اشرف مواليد 2001 واحمد اشرف كمان شقيقه مواليد 2003. اعتقد دي من المرات القليله بقى لنا سنين كتير جدا ما شفناش 2 أشقاء بيلعبوا مع بعض في النادي الاهلي او في قائمه نفس المباراه. نتمنى التوفيق طبعا للجميع، والنهارده يقدوا اداء اكثر من رائع ويكونوا عند حسن ظن الجهاز الفني. يمكن طبعا في فصل تام يا محمد ما بين فريق الكوره وما بين اي حاجه محيطه في المنظومه بيه، لا فريق الكوره مركز جدا. يمكن زي ما اتكلمنا امبارح كان تدريب وحيد هو بس اللي خاضه الفريق استعداد لمباراه المصري، يمكن كان تدريب قوي جدا، كل اللاعبين كانوا حريصين على نيل ثقه الجهاز الفني ان هم يكونوا موجودين النهارده في المباراه. يمكن كمان محمد عبد المنعم موجود الحمد لله في المباراه النهارده، تم اصطحابه ضمن ال 21 لاعب اللي سافروا بالامس الى هنا مدينه برج العرب، موجود مع الفريق وان شاء الله كمان طبقا لرؤيه الجهاز الفني والطب يكون موجود مع بقيه زملائه خلال المباراه باذن الله. او يعني بالتاكيد محمد طالما اللاعب موجود في المعسكر فهو سليم من الناحيه الطبيه بنسبه 100%، ما فيش اي جدال في كده. ان شاء الله التوفيق لكل جميع اللاعبين سواء اللاعبين الكبار اللي كانوا موجودين في الفريق من قبل او كمان مجموعه كبيره جدا من الناشئين. يعني شايفين النهارده لاعبين مواليد 2005، محمد زعلوك مهاجم الفريق موجود النهارده 2005، ده اصغر العناصر الموجوده في فريق النادي الاهلي، وغيره كتير جدا من اللاعبين سواء مواليد فريق 2005 او كمان مواليد 2004 و2003، عدد كبير جدا من اللاعبين. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق النهارده، ويكون يعني مجموعه منهم ظهرت بالفعل الموسم الماضي مع مستر بيتسو موسيماني في ماتشات كاس الرابطه، وكمان ان شاء الله يكون في مجموعه جديده النهارده نشوفها لاول مره، وباذن الله يكونوا عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي. كل فريق محمد على طول 10 مساء
امبارح كان موجود في فندق الاقامه بعد على طول العشاء كله خلد للراحه. النهارده بادئين البرنامج من بدري جدا 11 صباحا كان الافطار، 12 ونص طبعا الفقره اللي تعودنا معاها على مستر مارسيل كولر، على طول بقى في تدريب خفيف هنا في فندق الاقامه، من بعده كان الغداء في تمام الرابعه والنصف، ويمكن على طول بعد دقائق في تمام السادسه والربع هيكون المحاضره الفنيه، واخر بقى يعني الرتوش الاخيره على خطه المباراه وازاي مستر مارسيل كولر هيبدا النهارده وازاي هيلعب. كل ده ان شاء الله هيبقى في المحاضره الفنيه، ومن بعدها على طول هنتحرك لملعب المباراه استاد برج العرب اللي بيبعد بالظبط يا محمد هنا عن فندق الاقامه 10 دقائق بالظبط. طبعا يمكن يعني كحال كل ارجاء مصر درجه الحراره هنا عاليه جدا، نتمنى ان شاء الله مع بدايه المباراه يكون حده الحراره قلت شويه. ملعب برج العرب طبعا حدث ولا حرج على ارضيته يمكن دايما بيظهر بصوره اكثر من رائعه، ان شاء الله يعني تساعد الفرقتين النهارده نشوف مباراه كويسه والتوفيق يكون فيها للنادي الاهلي. طبعا طاقم تحكيم النهارده بقياده محمد معروف نتمنى لهم كمان التوفيق، بحيث ان كل الحاجات زي ما انت قلت محمد كل يعني العناصر المختلفه في المنظومه كل واحد يؤدي دوره عشان ده للصالح العام ونقدر نشوف مباراه كويسه وكل فريق ياخد حقه. ما عندناش مشكله، اهم حاجه كل الناس تكون في عداله في حياديه في كل شيء، والحكم زي ما بنقول في الاخر للملعب. ان شاء الله كمان يكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي ويكون هو اللي ليه الغلبه النهارده في الملعب واصدار الستاره على موسم طويل جدا يا محمد. طبعا النادي الاهلي توج فيه باللقب ال 43 لبطوله الدوري العام، ولكن اعتقد اللاعبين محتاجين لراحه، كل اللاعبين يعني يمكن راحه مؤقته بس كده لمده اربع ايام للمجموعه الاساسيه، ان شاء الله هيرجعوا عشان يكملوا مباراه الكاس، وباذن الله من بعدها ان شاء الله يكون لهم راحه كافيه قبل بدء موسم مهم جدا هو يعني موسم مليء بالبطولات. نتمنى ان شاء الله طبعا زينا زي كل جمهور النادي الاهلي ان نحقق فيها برضو العلامه الكامله ويكون التوفيق مع النادي الاهلي. الاجواء هنا اكثر من رائعه، منتهى الهدوء هنا في المعسكر، دايما معسكرات النادي الاهلي محمد وانت كنت واحد من الزملاء اللي دايما كانوا موجودين في معسكرات كتيره جدا، بتبقى معسكر نموذجي كل الاجواء مهيئه للاعبين، ان شاء الله ان هم يادوا 90 دقيقه على اعلى مستوى ويحققوا كل طموحات جماهير النادي الاهلي في كل مكان باذن الله. طيب ابرز اللاعبين الصاعدين يا توفيق لو معاك الاسماء بالمراكز، يعني ممكن النهارده الجهاز الفني من خلاله يعني متابعتك الاقرب حتى للمشاركه، والنقطه الثانيه علي لطفي مصطفى شوبير هيبقى فيها تساؤلات كتيره مين ممكن يبدا، بما انك قريب من الجهاز الفني فشايف يعني وجهه النظر الفنيه بتقترب من مين في ال11 اللي هيبداوا مباراه النهارده. بس احنا عشان نتكلم بمنتهى الصراحه مستر مارسيل كولر استحاله تعرف اللي في دماغه، يعني دايما بيبقى انت حاطط حسابات وشايف التدريبات ومتوقع انه يعمل حاجه معينه في الماتشات تلاقيه بيعمل حاجه مختلفه تماما. ولكن طبعا زي ما قلت لك الثلاث حراس اللي موجودين علي لطفي مصطفى شوبير حمزه علي اعتقد الاقرب للبدايه النهارده هيكون علي لطفي باذن الله رب العالمين. طبعا القرار النهائي طبعا لمستر مارسيل كولر، لكن المجموعه يمكن خلينا اعرف بقى جمهور النادي الاهلي بالمجموعه اللي موجوده كمان كلها في المعسكر النهارده. يمكن في خط الدفاع موجود كريم الدبيس طبعا 2003 يمكن شفناه قبل كده، معتز محمد الظهور الاول مواليد 2005، في خط الوسط كمان موجود محمد عبد الله مواليد 2005، كريم عثمان 2003، احمد خالد شهير بكابوكا مواليد برده 2005، ميدو نبيل يمكن ظهر مع الفريق الاول من قبل السنه اللي فاتت في بطوله كاس الرابطه واخر مباراه الدوري مواليد 2004، احمد اشرف شقيق محمد اشرف ده مواليد 2003 برده خط الوسط، وكمان طبعا الناس اللي شافتها قبل كده كتير رأفت خليل 2004 ومحمد زعلوك 2005. نتمنى طبعا طبقا لرؤيه الجهاز الفني مين يكون موجود موجود او كده يكون التوفيق معاه. طبعا مجموعه كبيره جدا من اللاعبين الاساسيين موجودين النهارده في القائمه، كمان يمكن رامي ربيعه موجود، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح، احمد نبيل كوكا طبعا مواليد 2001 ولكن دايما شفناه كتير جدا موجود، محمد فخري، محمد ضوي كريستو، محمد الناس كتير جدا بتنسى ان هو مواليد 2003 هو لاعب مقيد تحت السن ايضا. فان شاء الله كمان معاك محمد طاهر واحد من العناصر الاساسيه اللي كانت موجوده دايما فريق النادي الاهلي. ان شاء الله التوليفه دي مستر مارسيل كولر يعملها تكون كويسه جدا، وزي ما قلنا محمد هدفنا هو طبعا الاداء المتميز في ارض الملعب وتحقيق الثلاث نقاط، يمكن دي اخر مباراه ومباراه ختاميه، ولكن اعتقد ان مستر مارسيل كولر زي ما يعني كان هدفه ان هو يريح اللعيبه هدفه اكيد برده النهارده انه يشوف لعيبه جديده، يكون في مولد نجوم جداد باذن الله رب العالمين يكونوا ذخيره للفريق. انت عارف موسم طويل وشاق جدا يا محمد على كافه الاصعده سواء محليا كذا بطوله وكمان افريقيا، انت داخل تقريبا في ثلاث بطولات افريقيه بدايه من السوبر الافريقي وكمان الدوري الممتاز الافريقي ودوري ابطال افريقيا، فاعتقد انك هتكون محتاج كل اللاعبين اللي في القائمه خاصة القائمة المحلية هي فقط 30 لاعب، أكيد هتبقى محتاج مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين تحت السن تكون زي ما بنقول يعني ذخيرة إضافية معاك يا محمد. وإن شاء الله ده عهدنا دايما بلاعبين النادي الأهلي اللي دايما متأسسين ومتربيين على أن المركز الأول ما ينفعش غيره مع النادي الأهلي، أعتقد أن هم إن شاء الله يكونوا خير عون للجهاز الفني خلال الفترة الجاية، وبإذن الله يكون لهم دور كبير جدا الموسم الجاي بإذن الله. بإذن الله. زميلنا محمد توفيق موفد قناة الأهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات من مقر إقامة فريق النادي الأهلي في برج العرب. طيب قبل ما أطلع لفاصل عندي خبر مهم جدا لكل ولد صغير أب أم نفسها تشوف ابنها لعيب كورة أو بيلعب في النادي الأهلي.
قطاع الناشئين في النادي الأهلي فتح باب الاختبارات في محافظة المنوفية اعتبارا من يوم الخميس بكرة إن شاء الله 27/7 هيبقى في اختبارات للنادي الأهلي في أكاديمية الأهلي في نادي ميت خاقان بجوار مجمع موقف شبين الكوم تحديدا. وأنا بقول حتى بالعنوان عشان كل واحد نفسه يشوف ابنه بيلعب كورة بشكل عام أو نفسه يشوف ابنه بيلعب في النادي الأهلي تحديدا بشكل خاص. النادي الأهلي بيوفر مكان هيعمل فيه اختبارات لكل حبايبنا وأصدقائنا وإخواتنا في محافظة المنوفية في أكاديمية النادي الأهلي في نادي ميت خاقان خلال الفترة الخميس والجمعة والسبت بإذن الله، عشان كل المراحل السنية من أول 2011 و2012 و2013 و14 و15 و16 و17 و18 كل الاختبارات دي هتكون يوم الخميس بكرة من أول 2011 لغاية 2018. يوم الجمعة هتكون اختبارات ل 2007 و8 و9 و10 من أول 2007 لغاية 2010 يوم الجمعة. الاستمارات موجودة من النهاردة وبتتباع، سعر الاستمارة 100 جنيه. وبكرة الخميس هيكون في استمارات أيضا للمراحل السنية اللي ذكرتها، ويوم الجمعة في استمارات أيضا لجميع المراحل السنية التي ذكرتها، واختبارات هتبقى موجودة في أكاديمية الأهلي في نادي ميت خاقان. كابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين هيكون موجود بنفسه للإشراف على هذه الاختبارات عشان يتم انتقاء أفضل العناصر في هذه المراحل السنية عشان يضمها للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. الأهلي بيلف كل محافظات مصر، أي حد مش هيقدر يسافر من أسيوط، إسماعيلية، اسكندرية، المنوفية، الشرقية، الأهلي جاي له لغاية عنده عشان يعمل اختبارات ويشوف ويختار، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوفق الجميع وكل واحد حلمه إنه يكون لعيب كورة أو بيلعب في النادي الأهلي، إن شاء الله ربنا يوفقه وينجح في الاختبارات دي ويكون لاعبا في النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. كلنا كان عندنا نفس الحلم، لكن في النهاية اللي ربنا كاتبه بيكون، وربنا يوفق كل إخواتنا وأصدقائنا إن شاء الله في اختبارات المنوفية اللي هتبدأ من بكرة واللي يكون حاضرها بشكل شخصي الكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترند. طيب آخر أخبار الترند فيها كلام مهم جدا عن تشكيل الأهلي المتوقع، موقف روي فيتوريا، أبرز الصفقات المنتقلة للدوري السعودي. نطلع نشوف آخر أخبار الترند. كبيرة جدا. طيب آخر أخبار الترند، والبداية هتكون معايا من ترند الأهلي. البداية في ترند الأهلي النهاردة التشكيل المتوقع لمباراة المصري والأهلي في الدوري العام. حساب يلا كورة قالوا إن في وجهان جديدان أمام المصري. طيب نبص على التشكيل. علي لطفي في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح ظهير أيمن، الوجه الجديد الأول معتز محمد في مركز المساك بجوار رامي ربيعة، الظهير الأيسر كريم الدبيس لعب في الفترة الأخيرة أكتر من مباراة، في وسط الملعب فخري، كوكا، كاندوسي شاركوا قبل كده، طاهر محمد طاهر، كريستو. طيب زعلوك أو رافت خليل؟ لو رافت شارك مش وجه جديد، شارك قبل كده، لكن زعلوك لو شارك هم دول الوجهان الجديدين. معتز محمد في خط الدفاع، لعيب على فكرة مدافع مميز جدا، لعب في قطاع الناشئين، شفنا له مباراة ودية مع قوات الدفاع الجوي في مباراة ودية أقيمت لمواليد 2003 و2005 في بداية هذا الشهر، لعيب رائع في مركز الدفاع، يمكن نسخة طبق الأصل من محمد عبد المنعم في مهاراته وطريقة أدائه في خط الدفاع. وزعلوك مهاجم ليه مستقبل كويس، ربنا يوفقهم النهاردة في مباراة المصري. طيب كرة بلس توقعت تشكيل آخر
عن تشكيل يلا كوره. طيب كوره بلس قالت في حراسه المرمى علي لطفي، خط الدفاع كريم الدبيس، رامي ربيعه، خالد عبد الفتاح، محمد فخري، نص الملعب قالوا كوكا واحمد قندوسي وميدو نبيل، في الامام طاهر وكريستو ورافت خليل. يعني في تباين في الاراء ما بين تشكيل يلا كوره وتشكيل كوره بلس. طيب حساب اليوم السابع، الاهلي يكشف مصير علي معلول مع الفريق بعد العروض الخليجيه. من ساعه علي معلول ما عمل ستوري على الانستجرام وقال لودينج والدنيا مقلوبه، الدنيا مقلوبه في تونس وفي مصر على فكره. وبعد الستوري، يمكن الستوري اللي نزله علي، المواقع التونسيه على طول كتبت اخبار ان علي رايح الدوري السعودي، لا رايح الدوري القطري. موقع فوت 24 عمل اخبار على الموضوع ده. ولكن النهارده مصدر اتكلم مع اليوم السابع وقال لهم ان كل الكلام وكل الانباء اللي ترددت عن موضوع رحيل علي معلول غير صحيح، ومسؤول الاهلي تاكدوا من علي معلول بشكل شخصي ان هو مستمر مع الاهلي وان ما عندوش عروض رسميه خلال الفتره الحاليه، وان حتى لو في تقارير اعلاميه بتقول كده وان علي حتى بيميل انه يلعب في الدوري السعودي، لغايه اللحظه دي مفيش حاجه رسميه وصلت للنادي الاهلي. عموما كلنا مستنيين بس علي الاول يكشف عن ايه بالنسبه للستوري اللي نزله على الانستجرام لودينج. ممكن يكون على فكره حاجه شخصيه، علي في اجازه دلوقتي والمفروض هيرجع من الاجازه بكره، فهنشوف. ممكن يكون حاجه شخصيه تخص علي او حاجه اعلانيه ممكن هيعملها، فهننتظر ونشوف ايه هي المفاجاه اللي عايز احضرها علي معلول. ملعب القاهره 24 بيقولوا بعد قرار اتحاد الكوره الاهلي يستقر على بيع المعارين مع وجود هذا البند. طيب طبعا الاهلي عنده عدد كبير جدا من اللاعبين، خاصه فريق الشباب 2001، احنا بنتكلم ما يقرب من 21 لاعب كان بيتم اعارته خلال الفتره الحاليه، وده بيمثل 3 اضعاف عن العدد المسموح به في البند الجديد. انا بس اللي بيزعلني في التفاصيل دي ان الناس لما تيجي تحلل القرارات اللي بتصدر بخصوص منشور القيد بتفتكر ان الكلام ده صادر لمحاباه نادي على طرف نادي اخر، وده مش حقيقي على فكره. يعني وانا بقول الكلام ده لان البعض تخيل ان في انديه عملت ده وضغطت على اتحاد الكوره تعمل ده، عشان ده مش في مصلحه الاهلي. انا في قناه الاهلي هنا بقول اهو عشان الناس تبقى عارفه، بس احنا بنتكلم اللي لينا واللي علينا. الكلام ده ملوش علاقه بانديه تانية، مفيش حد قال نعمل كذا فالاتحاد سمع كلامهم فبيحاول يضر الاهلي ان يحط البنود دي. يا جماعه البنود دي اساسا الاتحاد الدولي خد بيها قرار من سنه وارجع تنفيذها للموسم اللي جاي، فبالتالي اتحاد الكوره لم ينفذ هذا القرار السنه اللي فاتت، وبالتالي بعد اعتماد الفيفا تنفيذه في الموسم اللي جاي اتحاد الكوره اوريدي لازم ينفذه. والسنه اللي بعدها السبعه لعيبه هيبقوا 6، والسنه اللي بعدها الستة هيبقوا 5. افتحوا الويب سايت بتاع الفيفا. انا مش هطلع يعني افرد دراعاتي واقول لكم انا بكلم مسؤولين في الفيفا وعندي مصادر في الفيفا، لا يا جماعه الموضوع بسيط. نفتح الويب سايت بتاع الفيفا، ندخل على اللوكيشن او البارتيشن الخاص باللوائح، وهتلاقوا التعديلات اللي بيقرها الفيفا على شؤون اللاعبين. هتلاقوا في قرار صدر من العام الماضي هينفذ من الموسم اللي جاي، وعدد اللاعبين هيقلوا تدريجيا. السنه دي 7، السنه اللي بعدها 6، السنه اللي بعدها 5. دي قواعد الفيفا واضحه والاتحادات كلها بتنفذها، فما فيش ضرر لطرف على حساب طرف. عشان بس نقول اللي لينا واللي علينا، وكفايه قصه ان الناس دايما شايفه ان في مؤامرات. يا جماعه لا، اقروا عشان تبقوا عارفين، عشان توصلوا الرساله للجمهور صح، لان الموضوع مش ناقص شحن اكتر من كده. طيب حساب بطولات، الاهلي تلقى عروض رسميه لضم عمار حمدي من انديه البنك الاهلي، سيراميكا، زد، واللاعب سيجتمع مع اداره الاهلي لحسم مستقبله ووجهته. بصوا بشكل عام عموما، يعني الاهلي بيدرس بيع بعض اللعيبه المعاره مع وضع بند في احقيه الشراء او استعادتهم بعد اول موسم او موسمين. على فكره ده حصل مع محمد شكري. محمد شكري لاعب الاهلي اللي بيلعب في سيراميكا، والهدف الرائع اللي احرزه في مرمى المصري، معار لسيراميكا بهذه البنود، والاهلي لو عايز يستعيده بعد نهايه الموسم ده يقدر يستعيد محمد شكري. نفس الامر بالنسبه لعمار حمدي. عمار حمدي معار وفي عروض من انديه تانيه، لو الاهلي فكر في استمرار الاعاره بس مرتبط بالسبع لعيبه هيحط بعض البنود برضه اللي تسمح له بعد اول سنه يقدر يرجع اللاعب بتاعه. عموما في تفاصيل كتيره لاكيد النادي الاهلي عارف هيشتغل عليها ازاي خلال الفتره اللي جايه. طيب كوره بلس بيتكلموا على صفقه جديده
قد تنضم للأهلي خلال الساعات القادمة. ولكن قالوا حاجة مهمة قوي، 10 مباريات حسمت موافقة كولر على صفقة رضا سليم. الاسم ده بيتردد بشكل كبير في السوشيال ميديا خلال آخر 72 ساعة، والصحف المغربية يوميا بتقول لنا أخبار جديدة بخصوص رضا سليم. ولكن كورة بلس اتكلم على إيه؟ كولر عشان يختار رضا سليم طبقا لمصادرهم، يعني ده مش خبر رسمي، قالوا إن كولر اتفرج على 10 ماتشات لرضا سليم قبل قرار الدخول في مفاوضات. كولر شايف إنها صفقة هتفيد الأهلي وتصنع الفارق في الجانب الهجومي. قالوا إن كولر معجب بقدرات اللاعب في سنه الحالي إلى جانب تميزه في الكرات الثابتة. على فكرة لعيب عنده 21 سنة، السنة دي بيحرز أهداف في الكرات الثابتة بشكل رائع جدا، متميز في تسديد ركلات الجزاء، وكمان كولر شايف إنه مميز في الناحية الهجومية وبيقوم أيضا بتأديه الدور الدفاعي بشكل جيد. هو جناح شمال بيهاجم وبيقدر يقدم أو بيأدي الدور الدفاعي. آخر حاجة معايا في ترند الأهلي، ملعب القاهرة 24، تصريحات للمهندس فرج عامر بيقول فيها زياد طارق لن يستكمل إعارته مع سموحة وسيعود للأهلي. زياد طارق كان يعني تم إعارته من الأهلي لسموحة في بداية الموسم الحالي، ولكن سموحة شايف أن زياد هيرجع للنادي الأهلي من تاني. ومغربي ومصطفى سعد ميسي مستمران في صفوف سموحة خلال الفترة اللي جاية، وطبعا إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق، لأن منعم وياسر إبراهيم وأيمن أشرف كانوا في سموحة ورجعوا للأهلي وتألقوا، فنتمنى التوفيق يا رب لمصطفى سعد ميسي ومحمد مغربي يظهروا بشكل جيد الفترة اللي جاية. طيب الترند المحلي وملعب القاهرة 24، منتخب مصر يتلقى عرضا لمواجهة الكويت وديا في أكتوبر قبل تصفيات كأس العالم. كلنا عارفين إن المنتخب هيلعب في شهر 9 ماتشين، ماتش مع إثيوبيا في آخر جولة من التصفيات، وماتش تاني مع تونس في ختام الأجندة الدولية في شهر 9، تحديدا يوم 12/9، خلاص ده تم الاستقرار عليه. طب أجندة أكتوبر، القاهرة 24 في حسابهم الرسمي على الفيسبوك قالوا إن الاتحاد تلقى عروض للعب مباريات ودية استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، لأن تصفيات كأس العالم هتنطلق في نوفمبر، هنلعب مباراتين في شهر 11، فعلى طول الجهاز الفني بقيادة فيتوريا عايز يعمل مباريات ودية في شهر 10، ففي عروض كتيرة من ضمنها عرض من الكويت. عموما هنشوف أجندة أكتوبر منتخبنا هيستفيد منها إزاي، لأن فيها مباراتين وديتين ليست فيها مباريات رسمية. طيب وكيل فيتوريا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي السعودي مع مدرب منتخب مصر. كلكم عارفين اليومين اللي فاتوا كان في أخبار على فكرة إن في عرض من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع فيتوريا، لكن وكيل فيتوريا كابتن نديم أفزال قال إن كل الأخبار اللي بتتقال دي غير حقيقية، وقال إن فيتوريا مرتبط بعقد مع المنتخب المصري، وكل ما أستطيع تأكيده إننا لم نتسلم أي عرض من إدارة الأهلي. طيب آخر حاجة معايا في ترند الأهلي، في ترند المحلي، ملعب القاهرة 24، لجنة التظلمات تكشف موعد إصدار قرارها بشأن كهرباء والشحات. قالوا إن لجنة التظلمات استلمت الإفادة الرسمية بشأن الدعوة المرفوعة من الأهلي للطعن على شرعية لجنة الانضباط، وبالتالي تبدأ لجنة التظلمات تنظر في قرار كهرباء اللي صدر من الانضباط بإيقافه 12 مباراة. دلوقتي التظلمات هتنظر في القرار، كمان الشحات كان في قرار بإيقافه مباراتين، هل التظلمات من حقها تنظر في القرار؟ هنشوف. هل بيراميدز قدم شكوى فهيتبص في شكوته في التظلمات؟ أشك، لكن لو ده حصل لينا وقتها كلام تاني. طيب نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم للتشكيل ونتيجة لقاء اليوم بين الأهلي والمصري. أستاذ رمضان بيقول: أستاذ محمد تحياتي لحضرتك ولكل أسرة البرنامج، أهلا بيك يا أستاذ رمضان. التوقعات: شوبير في حراسة المرمى، الدفاع خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم الدبيس، الوسط مروان عطية، قندوسي، فخري، الهجوم شريف، طاهر، كريستو، وأتوقع الفوز بثلاثية نظيفة. كل التوفيق للاعبي النادي الأهلي العظيم. عشان وقتنا بسرعة أخد حاجة، آخر حاجة معايا في المشاركات، أستاذ سامح فراج بيقول: علي لطفي في حراسة المرمى، كريم، رامي، ياسر، خالد، كوكا، مروان، عبد القادر، أفشة، رأفت خليل، محمد شريف في خط الهجوم. يعني دي أبرز المشاركات اللي معانا، وقتنا للأسف جري معاكم بسرعة، كان عندنا حاجات كتيرة في الترند المحلي والعالمي والمشاركات، ولكن قدر الإمكان حاولنا نقدم لكم أبرز الموضوعات اللي معانا النهاردة في برنامج الترند، تحديدا حلقة ختام الأسبوع. كل التوفيق يا رب النهاردة للأهلي في مباراة المصري، آخر مباراة في الدوري، وإن شاء الله بإذن الله الاستعداد الموسم اللي جاي أو الاستعداد للأسبوع اللي جاي عندنا مباراتين في كأس مصر. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء.